كلنا نتشرف ان يكون معنا في هذا اليوم الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح، وسنترك له حريه المجال يتكلم عن الماضي او عن الحاضر او عن المستقبل، ونترك لكم حريه الاسئله. وبهذا اترك المنصه للدكتور عبد المنعم مع تحياتي. احنا معتزين بكل صوت، وانا شخصيا واعضاء حملتي اللي انا اخر واحد فيهم عطاء وبذلا، لان هم جميعا اثبتوا الحقيقه قد ايه بيعطوا لوطنهم بتجرد. انا لا اخفي عليكم انني في هذه الحمله تعلمت كثير من رجال مصر، وادركت رغم هذا ادراك متاخر ان مصر مليئه بالنفائس البشريه التي أخفاها عنا الاستبداد والفساد الذي حكم مصر عشرات السنين. هذه النفائس من الرجال والنساء ومن الشباب التي تميزت قدر كبير من العطاء والإخلاص. محدش في الحملة، حملتنا اللي اشتغلوا معانا في الحملة كان بيشتغل أو شعرت أو حسيت، كل اللي التقيت بيهم إن هم كانوا بيعطوا إلا لوجه الله ثم لمصر. حدش كان بيدور من أجل منصب ولا جاه ولا سلطان. كان الحملة اجتمعت على فكرة تمثل الحالة المصرية الوسطية التي تتسم بالتسامح والرحمة والمودة والتواصل مع الآخر والتجرد لمصلحة الوطن. ولعل الإخوة الأعزاء في حملتنا الانتخابية من أول يوم جلسنا معا كان السؤال الواضح: هل هذه حملة رئاسية تنتهي بانتخابات الرئاسة، أم أن هذا مشروع للوطن سيستمر سواء وفقنا في انتخابات الرئاسة أو لم نوفق؟ فكان الاتفاق والعهد أن هذا مشروع مصر القوية، مشروع للوطن، وأن الحملة لا تعد إلا تدشينا له. سواء كتب لنا التوفيق في انتخابات الرئاسية أو لم يكتب، سنستمر في تنفيذ مشروعنا وآرائنا وأفكارنا التي طرحناها على أهلنا وناسنا الطيبين من المصريين الذين نعتز بأن نكون في خدمتهم. وبالتالي عقب انتهاء الحملة فورا اعتبرنا أن أول فقرة في هذا المشروع أو أول عمل في هذا المشروع هو إسقاط أحد فلول النظام السابق الذي أخرجته دماء شباب مصر الطاهرة يوم 25 يناير وما بعدها. أسقطت هذا النظام وأخرجته من باب الوطن، فإذا به يريد أن يدخل علينا من شباك من خلال الانتخابات. عشان كده أعلننا عقب الانتخابات، عقب المرحلة الأولى والتي ظهر أننا لم نوفق فيها أيا كان الأسباب، أننا منركز على إسقاط مرشح نظام السابق، ولم نكن أخذنا قرار بعد بمناصرة أو تأييد منافسه وهو الرئيس الحالي الأخ العزيز الدكتور محمد مرسي. واتخذنا هذا القرار متأخرا لأنه الجميع كان يدرك أنه كان قرارا صعبا تأييد محمد مرسي، لكن حينما غلبنا مصلحة الوطن على كل ما تعرضنا لي من مناوشات وإساءات وتجريح، قلنا أن هذا كله يجب أن يغيب، ونحن نبحث عن مصلحة الوطن التي يجب أن تكون دائما نصب عيوننا. وقررنا أن نقف خلف محمد مرسي مع استمرارنا في العمل لإسقاط مرشح النظام السابق، آملين أن المرشح المنافس وهو الدكتور محمد مرسي بعد نجاحه إن شاء الله، وقد نجح، أن يلتزم بتعهداته التي ألزمناه كقوة وطنية بها. ونحن الآن بصدد هذه المسألة التي نتمنى أن يلتزم به. أعلننا عن مشروع مصر القوية، وهذا ليس فقط مشروع حزب. المشروع يسير في مسارين منفصلين عن بعض: مسار الاجتماعي اللي بتمثله عدد من المؤسسات والجمعيات لخدمة الوطن، ثم المسار السياسي اللي بيمثله حزب مصر القوية الذي حصلنا على ترخيصه منذ يمكن أسبوعين فقط. وأعلننا أن مرتكزات مشروعنا مصر القوية ترتكز على أن هذا المشروع ترتكز عدد من حيازات أو المرتكزات
انحيازه أو ارتكازه الأول على تحقيق الاستقلال الوطني، ونحن نرى من وجهة نظرنا أن هذا الاستقلال الوطني لم يتحقق بالدرجة التي نصب إليها ونتمناها حتى الآن. استقلال الوطني بأن تصبح مصر، مصر بقوتها الجغرافية، مصر بقوتها الحضارية والتاريخية، تدير علاقتها الخارجية والسياسية بما تستحقه، بما يستحقه المصريون، وبما تستحق مكانة مصر. مصر لا يمكن أن تظل في حالة الإهانة التي وضعها النظام السابق تابع لأي دولة مهما كانت، حتى لو كانت هذه الدولة هي أقوى دول العالم وهي أمريكا التي نتحدث فيها الآن. مصر أكبر من أن تكون تابعا لأي طرف. مصر فقط يجب أن يكون النظام الذي يحكمها، الذي يتحكم في توجهاته وسياساته، شيء وحيد وهو مصلحة مصر وليس غير ذلك. معنى الاستقلال الوطني سواء في السياسة الخارجية أو حتى في الداخل، استقلال الوطني في الداخل لا يجوز ولا يليق بمصر أن يتحكم فيها مجموعة من البشر محدودين، سواء في نظام مبارك يكونوا رجال أعمال أو حزب بعينه أو حركة بعينها. تظل مصر، معنى الاستقلال الوطني أن تظل مصر لكل المصريين، وأن يكون حاكم مصر أو النظام الذي يحكم مصر نظام يستهدف أن يوجه طاقات مصر وإمكانيات مصر وقدر مصر لكل المصريين، وليس فقط لأعضاء حزبه أو حركته أو مجموعة معينة من الأشخاص. معنى الاستقلال الوطني أيها الإخوة الأعزاء يتحقق بهذا المعنى من الخارج ومن الداخل، وهذا ما طرحناه في برنامجنا الانتخابي وما نعمل عليه حتى الآن، ونناضل من أجله ونعاون من هو في السلطة حتى ينفذ هذا الذي كنا نتمنى أن نقوم به. المرتكز الثاني بعد الاستقلال الوطني في مشروعنا مصر القوية بيرتكز على تعميق وأن يكون النسق الذي يجب أن يظهر في دستور مصر الجديد هو الانحياز للعدالة الاجتماعية ولحقوق الفقراء. في وطن 70% من أبنائه يعيشون، ممكن تطلق عليهم اسم فقراء، و 40% منهم يعيشون تحت حد الفقر، لا يمكن أن يكون النظام الحاكم ليس له دور ولا واجب عليه إلا أن ينحاز لحقوق الفقراء، بالذات في حقي التعليم والصحة، ولا يمكن تترك حق التعليم والصحة، وده ما ذكرناه في برنامجنا أيضا أثناء الانتخابات، لا لغير أحد إلا للسلطة الحاكمة اهتمام خاص بالتعليم وبالصحة لتفاصيل شرحناها قبل ذلك. الارتكاز أو الانحياز الثالث في مشروعنا هو تعميق الحريات. وطن عاش أبناءه 60 سنة أو أكثر في ظل نظم مستبدة صادرت حق المصريين في الاعتقاد وفي التفكير وفي التعبير وفي التنظيم وإنشاء أحزابهم وفي حركتهم المدنية والأهلية، قامت ثورة كان أحد شعاراتها الرئيسية الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. لا يمكن نظام يحكمه إلا وتكون قضية الحريات على المستوى العام أو المستوى الشخصي قضية حاضرة ومهتم ومعمول بها، سواء في قراراته أو في الدستور الجديد أو إلى آخره. ندرك ونركز على أن الحريات الفردية بالذات لا يجب أن تمس، ليس لا علاقة للسلطان في حق الناس في ممارسة حريتهم في الطعام أو الشراب أو الملبس أو التعبير. السلوك وتدخل السلطة في أداء سلوك الناس يجب أن جزء كبير من هذا يترك للمجتمع. المجتمع هو الذي حق الناس في الاعتقاد أن تتحول، أن يكون قضية الاعتقاد التي هي قضية خالصة للفرد أن تكون مسار فتن في مصر. هذه مسألة تثير الضحك في وطن حضارته العظيمة على مدار التاريخ وهي الحضارة الإسلامية كان أحد مقوماتها الأساسية قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعبده ناس خائفون ولا منافقون، ولا أنهم آمنوا به خوفا من العقاب، بل آمنوا به لأنهم يحبون ربهم ومولاهم ويحبون الإيمان، وبذلك أن يسلط سيف السلطان على الناس في معتقداتهم هذا معناه أنك تنشئ مؤمنين منافقين،
مؤمنين يؤمنون لأنهم خائفون من العقاب وليس لأنهم محبون لما يؤمنون به. وبالتالي حق الاعتقاد يجب أن يدرك. وأنا أفرق هنا بين حق الاعتقاد والعبث الذي يقوم به بعض الناس هنا وهناك أو بعض المؤسسات بهدف الإساءة لأعظم ديانتين على هذه الأرض وهي الإسلام والمسيحية اللتين هما ديانتي الشعب المصري. أيضا يا أخوانا في موضوع الحريات والوقت لا يسمع للاسترسال فيه، إحنا أصدرنا وثيقة أو مولانا شيخ الأزهر كتب وثيقة الحريات للأزهر وطلب منا كمرشحين للرئاسة جميعا وقعنا عليها وكذلك كل الأحزاب الكبيرة والتي نركز ونضغط من أجل أن تراعى هذه الوثيقة في كتابة الدستور الحالي. المرتكز الرابع لنا في مشروعنا مصر القوية أننا بنفخر كمصريين أننا أبناء حضارة عظيمة هي الحضارة الإسلامية التي بناها كل المصريين بل كل العرب مسلمين ومسيحيين. فالحضارة الإسلامية ملك الجميع والجميع شارك في بنائها ويعتز الجميع بأنهم أبناء هذه الحضارة. يمكن دي أهم المرتكزات اللي كانت في مشروعنا نبرعيها في برنامجنا اللي قدمناه وعلناه بالرعيها في لوائحنا في نظمنا على قدر ما نستطيع. أيها الإخوة الأعزاء، ثورة يناير التي قامت وهي من أنبل ثورات البشرية واللي ضحى فيها شباب مصر في ثورة سلمية بما ضحى به لم يكن هدفه في هذه التضحيات كلها إلا أن ينقل مصر من حالة التردي والتخلف وحالة الإنهاك والانتهاك اللي ارتكبها النظام السابق في حق هذا الوطن وإسقاط ووقف تسلط الفراعين على شعب عظيم له مكانة وله تاريخ كبير جدا. ونجح شباب مصر يوم 11 فبراير كما شاركت بعضكم وكما تابعتم في إسقاط آخر فرعون إن شاء الله يحكم مصر. مصر لن يحكمها فراعين بعد ثورة 25 يناير. كل رئيس يأتي كل نظام حكم يأتي لمصر يجب كما أعلننا جميعا ونرجو أن نلتزم بما أعلناه يعلم أنه موظف عام عند الشعب المصري وأن السيد الوحيد على أرض مصر هو الشعب المصري، لا أحد غير الشعب المصري سيدا على أرضه، وأنه يجب أن ينتهي الوقت الذي يهان أو يجرح كرامة المصري داخل وطنه أولا طبعا ثم خارج وطنه. هذا أيها الإخوة الشعب المصري يقظ وصاحي، أكبر ضمانة لاستمرار أو لتحقيق أهداف الثورة هو يقظة هذا الشعب. وأنتم رأيتم في الفترة الأخيرة قد إيه شعبنا أصبح حساس ويقظ وواعي، حتى أنه لمجرد أن الرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي أراد أن يحصن إعلاناته أو قوانين التي تصدر عنه أو قراراته ضد رقابة القضاء غضب الناس من هذا غضبا شديدا، حتى أنهم في ظل غضبتهم نسوا مطالب كبيرة جدا أجمعنا عليها نحن جميع القوى السياسية وكانت النص عليها في الإعلان اللي أصدره الدكتور مرسي كان شيء جيد وشيء طالبنا به جميعا، ولكن الناس أصبح عندهم حساسية لعودة الفرعون أو أي شكل من أشكال الفرعنة على هذا الشعب، ومنها أن تحصن أي قرار لرئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية أو الرقابة الشعبية أو غير ذلك. رغم وده اللي أوضحناه في بياناتنا وموقفنا أن مسألة إقالة النائب العام وأن مسألة إعادة محاكمة قتلة الشباب والثوار ليس فقط من النظام السابق ولكن حتى من النظام الذي حكم في الفترة الانتقالية ثم مد فترة المحكمة الدستورية، هذه قضايا كلها محل تكاد تكون محل إجماع مع الخلاف الموجود في الجمعية الدستورية بعض الأعضاء من هنا أو هناك، لكن الناس غضبت لمسألة تحصين القرارات أو القوانين لأنه كان يكفي في هذه الثلاثة كلها أن تصدر في إعلان دستوري، والإعلان الدستوري بحكم أنه إعلانا دستوريا فأنه غير قابل للطعن أصلا. فكان ممكن أن يكتفي الدكتور مرسي لهذا لو أنه أخذ آرائي أو شارك الآخرين في التفكير معه فيما كنا نعلم أنه يعاني ونحن أيضا عانينا معه في مسألة
استطالة وقت الدستور والعراق الموجود داخل الجمعية التأسيسية، والذي يحتاج لمزيد من الوقت ومزيد من الضبط من أجل ألا تظل مصر سنتين ثم ممكن نقعد سنتين تاني من غير دستور، بما يبعثه ذلك من رسالة عدم استقرار ورسالة عدم استمرار أو وجود أوضاع تليق بالوضع المصري بعد الثورة. المهم أيها الإخوة الأعزاء، أنا لا أريد أن أتحدث كثيراً، أنا أردت أن أقدم هذه المقدمة، لكن أنا الحقيقة الذي يفيدني جداً ويهمني كأحد خدام هذا الشعب العظيم الذي اعتز بخدمته أن أسمع لحضراتكم وتعليقاتكم ونقدكم وآرائكم فيما يخص الوضع المصري. الأسئلة طبعاً هيكون فيها تكرار، فأنا أحاول أعملهم مجموعات. المجموعة الأولانية طبعاً كلها تتعلق بما يحدث الآن في مصر وفي ميدان التحرير، من محمد عبد الكريم: لا شك الدكتور مرسي في موقف لا يحسد عليه بعد أن وضع نفسه ومصر في أزمة بسبب إعلان الدستوري المفاجئ، فإذا استمر في موقفه بعدم التراجع تفاقمت الأزمة، وإن تراجع وصف بالضعف. لو أنك في موقفه ماذا ستفعل؟ لو كنت في مصر ماذا كنت ستفعل؟ هل كنت ستشترك في مظاهرات التحرير؟ أعتقد أني مجموعة. هو الحقيقة الدكتور زي ما السؤال الأولاني قال الدكتور مرسي، كنا نتمنى الحقيقة والإعلان في موقف مهم زي ده وتصرف يمس الوضع العام للدولة ويتكاد يكون مؤثر، إنه يتشاور مع القوى الوطنية. ويمكن اللقاء الوحيد اللي جمعني بالدكتور مرسي بعد 4 أشهر أو يزيد من توليه الرئاسة كانت نصيحتي، إذا كان يجوز أن أنا يبقى ليها نصيحة لي، هو أنك لن تستطيع أن تحكم مصر، لا أنت ولا أنا ولا غيرنا، إلا بمشاركة الآخرين ومشاركة كافة القوى. نحن أقول لك هذا أو أقول هذا في القضايا الرئيسية، لأنه مش معقول أي حد هيدير أموره في كل صغيرة وكبيرة يرجع يأخذ رأي ده ورأي ده. لكن في القضايا موضوع زي موضوع الإعلان الدستوري، مع أنه كان هدفه نبيل، هدف الدكتور مرسي وحرص على المصلحة، لأن لا أحد يشكك في وطنيته ولا حرصه على المصلحة العامة، لكن أنا أتصور أن الموضوع زي ده أن كان أقرب الناس إلى في مؤسسة الرئاسة ما عرفوش حاجة عنه وشافوه في الإعلام زينا كلنا ما شفناه، كان مفيد أنه يأخذ فيه رأي بعض الناس، أنه في 3 قضايا في الإعلان الدستوري مهمين ويلبوا مطالب الشعب المصري ويلبوا طلبات القوى السياسية: مسألة إقالة النائب العام، مسألة تانية مسألة إعادة محاكمة الثوار، محاكمة قتلة الثوار اللي كلهم خدوا براءات بسبب سوء التحقيقات، اللي أحد الأسباب الرئيسية فيها هو نائب العام بتاع النظام السابق. أمر الثالث هو إشكالية الجمعية الدستورية وحلها، سواء بمد المدة أو بتحصينها أو إلى آخره، لكن كان هناك علاج. لكن اللي يهمني في موضوع المحكمة ان هو مد المدة لمدة 2 شهر حتى يعطي فرصة للتوافق بين اعضاء الجمعية او لاضافة اعضاء جدد، مع العلم ان قضية الجمعية الدستورية، ويمكن هيجي اسئلة عن الدستور نبقى نتكلم فيها، ليس قضية تشكيلها ولا اعضائها، مع اعتراضنا احنا على طريقة التشكيل، لكن ليست هذه القضية الرئيسية، لكن قضية موضوعات الدستور نفسه. فهذه المواد الثلاثة كان يمكن أن تصدر في إعلان دستوري، والإعلان الدستوري بحكم إن هو إعلان دستوري غير قابل للطعن، ولم يكن في حاجة لأن يضيف مادة جميع القرارات والقوانين والإعلانات التي صدرت عن رئيس الجمهورية منذ 30 يونيو وإلى أن يتم عمل الدستور غير قابلة للطعن بأي طريقة من الطرق، ولا بوقف التنفيذ ولا بك ولا هذا نص يعني ما ينفعش يتقال الكلام ده بعد الثورة، يعني ما ينفعش يتقال الكلام ده بعد الثورة. وعلي انت انك تقول لغاية البعض يقول ما هو مؤقت 2 أو 3 أو 4، ما يدريك اذا عرض الدستور على المصريين ورفضوه هنقعد لسه سنتين تاني. وبعدين الذي يصنع الاستبداد دايما هو حسن مبارك، اول ما جه سنة 81 كان جاي راجل غلبان مش عارف حاجه لسه وبسيط، وممكن لو واحد قال له حاجه يقول له طيب، واذا به يحول مصر الى حزبه له وللعصابه بتاعته يستبيح فيها حقوقنا ودمائنا. لا احد اخواننا معصوم، يجب على كل انسان منا ينظر لنفسه
مهما كان التزام الوطني والإيماني والأخلاقي، لكن في النهاية أنا إنسان ممكن يعني يحرفني أي شيء. وبعدين القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ما الذي يمنع أي واحد مننا أن يكون صالحا أو طالحا أو أمينا أو غير أمين؟ إحنا بشر في الآخر. وبالتالي الاعتماد على ان انا انسان كويس، انت انسان كويس دي خصك بينك وبين ربنا، تدخلك الجنة او النار. لكن ادارة الدول والاوطان يجب ان تدار بضوابط وبقواعد تضبط وتراقب اداء رئيس الدولة. فالحقيقة هي دي المادة التي استفزت كثير من الناس وانا منهم، واترفضت. وكان يمكن لو الاعلان الدستوري في الثلاث مواد الرئيسية دي صدر كاعلان دستوري فقط، كان ممكن ينال بعض الجدل أو النقاش، لكن ليس بالصورة الحادة اللي موجود دلوقتي. أنا معظم مراكز البحيرة.